Hello, how are you? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حبايب قلبي طلاب الصف الثاني الابتدائي أصحاب منهج Connect Plus 2. Welcome back. بعتذر طبعا عن البرد، ادعولي بس بالشفاء، مش عايزة أكتر من كده. وإن شاء الله هنبدأ مع بعض الدرس، بنكمل مع بعض Unit 7 الوحدة السابعة بعنوان Where is it from؟ يعني من أين هذا أو من أين يكون هذا؟ وبنكمل مع بعض lesson 4 and 5 الدرس الرابع والخامس. بيتكلم عن ايه الدرس الرابع والخامس؟ بيتكلم عن places in Egypt، الاماكن في مصر. places in Egypt هنتعرف على كل الاماكن اللي في داخل مصر، وكمان هنتعرف عن الاماكن دي بشكل حلو جدا، ونشوف ايه الاماكن اللي في العالم، وكمان ايه الاماكن اللي خاصة في مصر، وهنحل طبعا عليهم. وهناخد الدرس الرابع والخامس. لو انتوا اول مرة بتشوفونا كبروا الشاشة وعلي الجودة، وكمان ياريت تشتركوا في القناة، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. يلا على طول let's start، نبدأ بقى. الأول الأماكن اسمها places. الأماكن اسمها إيه يا محمد؟ places. الأماكن places. أماكن places in Egypt. Egypt يعني مصر. Egypt يعني إيه؟ مصر. EGYPT Egypt. EGYPT Egypt. أول مكان عندنا في مصر إحنا خدناه قبل كده، هو الديزرت، الصحراء. صحراء يعني ايه؟ ديزرت. صحراء. ديزرت. صحراء. ديزرت. صحراء. ديزرت. دي اي اس اي ار تي. وقلنا ليه نطقنا الديزرت الاس نطقناها زز؟ ليه نطقنا الاس زز؟ عشان هي between two vowel، ما بين حرفين متحركين، الحرفين الشقي دول بيفضلوا يتخانقوا معاها، ما بتقولش اس وبتقول زز، فعشان كده بنقول desert. صحراء. desert. صحراء. desert. بس بكتبها اس. صحراء. desert. جوه الصحراء دي في واحة، الواحة دي معروف ان الصحراء حر وما فيهاش مية وفيها شمس كتير، صح يا كيفن؟ انما الاويسس، الواحة، ده مكان جوه الصحراء في مية وزرع وحيوانات، وكمان ناس بتعيش فيه. يا ترى بتعيش في الصحراء، في اي حته كده في الصحراء؟ لا، بتعيش في الاويسس. الناس بتعيش فين؟ في الاويسس. واحه اويسس. واحه اويسس. طب الجمع بتاعها بنشيل الاي ونحط اي تبقى اويسس. اويسس. بصي هنا بقى منطقه زز. اويسس. اويسس. انما هنا واحه واحده اويسس. اويسس. واحة أويسس. طب الواحات الكتير أويسس. أويسس. ودي الواحات اللي في داخل مصر. مصر يعني إيه؟ إيجيبت. إيجيبت. مصر إيجيبت. طب إيه تاني عندنا غير الديزرت والأويسس؟ عندنا بحيرة. بحيرة ليك. بحيرة ليك. بحيرة ليك. بحيرة ليك. الإي في الآخر بتضرب الإي وتخليها تقول اسمها، ما بتقولش بتقول ايه زي اسمها بالظبط. البحيرة اسمها ليك. بحيرة ليك. بحيرة ليك. بحيرة ليك. مدينة كبيرة اسمها سيتي. طبعا مصر فيها مدن كتير، صح؟ مدينة سيتي. مدينة كبيرة سيتي. مدينة كبيرة سيتي. مدينة كبيرة سيتي. مدينة كبيرة سيتي. اي سيتي. مدينة كبيرة يا احمد سيتي. مدينة كبيرة سيتي. طب الجبل كلنا عارفين الجبل اسمه ايه؟ ماونتن. جبل يعني ماونتن، وده خدناه الترم اللي فات. جبل يعني ماونتن. بصوا بقى كده الاو واليو بنقولهم على بعض او، بنقول ايه؟ او. فبنقول ماو. ماونتن. ام او يو ان تي اي اي ان. ام او يو ان تي اي اي ان. جبل يعني ماونتن. جبل يعني ماونتن. جبل يعني ماونتن. ومدينه كبيره سيتي. مدينة كبيرة مليانة بيوت سيتي. مدينة كبيرة سيتي. مدينة كبيرة سيتي. وبحيرة
ليك بحيرة ليك مكان كده فيه مية كتير وحواليه أرض زراعية بحيرة ليك إنما الصحراء ديزرت صحراء طب الهرم اسمه إيه؟ بيراميد الهرم اسمه إيه؟ بيراميد الهرم بيراميد طب الأهرامات الكتير بيراميدز أهرامات بيراميدز بحط لها إس إنما هرم واحد بيراميد P-Y R A M I D ركز معايا يا احمد هرم اسمه ايه بيراميد هرم اسمه ايه بيراميد الهرم اسمه ايه بيراميد قول ورايا يا سلمان الهرم اسمه ايه بيراميد والجبل ماونتن ماونتن جبل يعني ماونتن معايا يا احمد والهرم اسمه ايه بيراميد هرم بيراميد هرم بيراميد طب المعبد عارفين المعبد اللي هو بيبقى فيه التماثيل المعبد ده اسمه تيمبل اسمه ايه تيمبل تيمبل بول مش بول تيمبل تيمبل معبد تيمبل لا مش بقول بول بقول تيمبل غلط تيمبل تيمبل لا تيمبل بول بول معبد temple طب نهر النيل اسمه river nile نهر النيل river nile ولازم الار بتاعت river والان بتاعت nile تبقى capital river nile نهر النيل river nile نهر النيل river nile طيب البحر المتوسط بصوا بقى يا ولاد مصر كلها اهي هرسم لكم الخريطه بتاعتها هنا البحر المتوسط وهنا اللي هم الفرعين دمياط ورشيد وهنا نهر النيل ريفر نايل يعني ايه وهنا الريد سي البحر الاحمر هنا ريد سي البحر الاحمر وهنا الميديتيريان سي اللي هو البحر المتوسط في الشمال فوق البحر المتوسط اسمه ايه بقى باللغه الانجليزيه يا احمد Mediterranean Sea Mediterranean Sea ركز معايا بقى Mediterranean Sea البحر المتوسط Mediterranean Sea البحر المتوسط اسمه ايه Mediterranean Sea repeat after me البحر المتوسط Mediterranean Sea repeat after me البحر المتوسط اسمه ايه Mediterranean Sea Mediterranean Sea Mediterranean Sea البحر المتوسط Mediterranean Sea البحر المتوسط Mediterranean Sea البحر الاحمر Red Sea البحر الأحمر بس هو مش لونه أحمر هو زي ما انتوا شايفينه كده البحر الأحمر Red Sea البحر الأحمر Red Sea البحر الأحمر Red Sea طب يعني ايه Farm Land أرض زراعية مش احنا خدنا ان مزرعة يعني Farm لما اقول Farm Land أرض زراعية Farm Land أرض زراعية دايما الأرض الزراعية بتكون next to the Nile next to the ايه next to يعني بجانب next to بجانب next to بجانب the Nile جنب النيل دايما الاراضي الزراعيه بتبقى next to the Nile او حول النيل the high dam السد العالي العالي يا سلمان اسمه هاي اسمه ايه the high dam برضو ال H بتاعت هاي كابيتال وال D بتاعت دام برضو كابيتال the high dam السد العالي the high dam السد العالي the high dam السد العالي برضو السد العالي ده في أسوان في الأقصر وأسوان اسمه مكان اسمه الأقصر وأسوان دي بلاد في مصر برضو أسوان هي اللي فيها the high dam طيب تعالوا بقى نشوف مين الشاطر اللي لسه فاكر يعني ايه اويسس طب جمعها اسمه ايه اويسس طب يعني ايه صحراء desert يعني ايه بحيرة ليك بحيرة ليك يعني ايه مدينة كبيرة city يعني ايه جبل mountain جبل يعني mountain يعني ايه pyramid الهرم اسمه بيراميد
اسمه ايه؟ بيراميد. معبد تمبل. معبد تمبل. معبد تمبل. البحر الاحمر ريفر نايل. نهر النيل ريفر نايل. نهر النيل ريفر نايل. نهر النيل ريفر نايل. ميديتيرينيان سي البحر المتوسط. ميديتيرينيان سي البحر المتوسط. ميديتيرينيان سي البحر المتوسط. ميديتيرينيان سي. والبحر الاحمر ريد سي. الارض الزراعيه اسمها ايه؟ فروم فارم لاند. الارض الزراعيه فارم لاند. الارض الزراعيه يا احمد فارم لاند. السد العالي ذا هاي دام. السد العالي ذا هاي دام. خلي بالك الجي والاتش هنا مش بتتنطقوا، بنقول هاي هاي دام. ذا هاي دام السد العالي. ذا هاي دام السد العالي. تعالوا بقى دلوقتي للدايركشنز الاتجاهات. عندنا احنا اربع اتجاهات، شمال وجنوب وشرق وغرب. شمال يعني نورث. شمال يعني ايه؟ نورث. يلا يا محمد، شمال اسمها ايه؟ نورث. شمال نورث. شمال نورث. طب جنوب ساوث. جنوب ساوث. جنوب ساوث. نورث ساوث است ويست. نورث ساوث است ويست. نورث ساوث است ويست. نورث ساوث است ويست. يعني ايه شمال؟ نورث. يعني ايه جنوب؟ ساوث. ساوث يعني ايه جنوب؟ ساوث. يعني ايه شرق؟ ويست. وغرب؟ ويست. غرب؟ ويست. نورث ساوث است ويست. نورث ساوث است ويست. نورث ساوث است ويست. دي است. انت عندك انت ويست عشان انا واقفه عكسك، انما است اليمين، اللي انتوا عندكم هنا يمين است، انما انا عندي هنا است ويست الغرب. يبقى نورث ساوث است ويست. طيب تعالوا بقى نقرا القطعه ونشوف ايه الاماكن اللي في مصر وكل مكان فين بالظبط، في الشمال ولا في الجنوب ولا في الغرب ولا في الشرق. بس قبل ما نقرا القطعه نقول كنا واخدين حاجه قبل كده اسمها there is و there are. there is معناها يوجد ولكن يجي وراها مفرد. there is معناها يوجد. اقول حاجه واحده بس وراها، يعني there is a pyramid، يوجد هرم واحد بس. انما there are يوجد للجمع. there are هرمات كتير. يوجد حاجات كتير. اقول there are mountains، يوجد جبال. برافو يا محمد. there are oases يعني يوجد واحات. تعالوا بقى نقرا القطعه وتشوف بتقول لنا. القطعه بتقول there are يوجد للجمع loads of different places in Egypt، كثير من الاماكن places المختلفه في مصر. there are deserts يوجد صحاري and mountains وجبال. there are oases واحات in the desert. الواحه بتكون فين؟ الواحه بتكون فين؟ في الديزرت، في الصحراء. in the desert and the farmland وارض زراعيه around the nile او around the river nile حول نهر النيل. يبقى الاراضي الزراعيه بتكون فين؟ الارض الزراعيه بتكون فين؟ حول نهر النيل river nile. كمان بيقول لك there are beaches يوجد شواطئ. فاكرين شاطئ beach؟ beaches شواطئ and lakes وبحيرات. Egypt is مصر تكون next to the sea جنب البحر. It has the Mediterranean Sea in the north. يعني مصر فيها ايه؟ مصر تملك Mediterranean Sea البحر المتوسط in the north. يبقى البحر المتوسط فين؟ Where is the Mediterranean Sea? In the north في الشمال. There are also very old cities يوجد مدن قديمة في مصر. جمع سيتي يا ولاد، مدينة يعني سيتي. لما نشيل الواي وحط اي اي اس تبقى جمعها مدن سيتيز. بشيل الواي وحط اي اي اس في الجمع.
pyramids and temples. وكمان فيها old pyramids يعني أهرامات قديمة and old temples ومعابد قديمة. طبعا هنسيب الأسئلة دي تحلوها مع بعض وتعالوا ندخل على الكلمات lesson 5. تعالوا بقى ناخد lesson 5 وناخد المحاصيل الزراعية اللي بتتزرع يا سلمان. المحاصيل اسمها crops. المحاصيل اسمها ايه؟ crops. محاصيل crops. محاصيل crops. محاصيل crops. محاصيل زراعية crops. زي ايه المحاصيل اللي بتتزرع؟ cotton. 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 ما اقولش cotton. No. الام الام بقولها على بعض. cotton. 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 olives. زيت زيتون او الزيتون عموما. olives. الزيتون اسمه ايه؟ olives. الزيتون olives. الزيتون اسمه ايه؟ olives. الزيتون يا احمد اسمه ايه؟ olives. كمان القمح. القمح اسمه wheat. القمح الطويل ده اسمه ايه؟ wheat. القمح اسمه wheat. قمح wheat. قمح wheat. رز rice. الرز اسمه ايه؟ كل الحاجات دي crops. محاصيل بتتزرع. رز rice. رز رز اسمه ايه؟ رايس. ار اي سي اي. رز رايس. رز رايس. بلح ديتس. قلنا الاي لما يكون في اي الاي بتتنطق اي. بلح اسمه ديتس. بلح ديتس. البلح اسمه ايه؟ ديتس. بلح ديتس. التين. عارفين التين اللي بناكله من الفاكهه؟ فيجز. ايه هو التين؟ فيجز. التين اللي بناكله عندك في الصوره. figs. التين اسمه ايه؟ figs. التين figs. التين figs. عنب grapes. احنا قلنا الA لما يكون في ايه في الكلمة الA تتنطق A فنقول grapes. عنب grapes. عنب grapes. عنب grapes. طب places. الأماكن. ايه الأماكن؟ بس دي مش شرط تكون في مصر عادي ولكن دول كلهم في مصر. نايل دلتا. دلتا النيل. نايل دلتا. دلتا النيل. نايل دلتا. دلتا النيل. نايل دلتا. the high dam. لسه قايلينها. يعني ايه the high dam؟ السد العالي. السد العالي. the high dam. السد العالي. the high dam. ويعني ايه farm land؟ ارض زراعية. برافو يا كوكي. ارض زراعية. farm land. ارض زراعية. farm land. طيب mountain range يعني الجبال او مجموعة سلسلة الجبال. mountain range. mountain sand dunes. فاكرينها واخدينها الترم الاول. كثبان رملية اسمها sand dunes. ما بقولش sand dune. لا بقولها على بعض. sand dunes. sand dunes. كثبان رملية. sand dunes. كثبان رملية. sand dunes. كثبان رملية. sand dunes. Sinai Peninsula. Sinai Peninsula. يعني شبه جزيرة سيناء. Sinai. 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 يعني سيناء. جزيرة شبه جزيرة سيناء. Sinai Peninsula. Sinai Peninsula. Sinai Peninsula. ودي كانت places. الأماكن. وقلنا محاصيل زراعية اسمها إيه؟ محاصيل زراعية. crops. محاصيل زراعية. crops. محاصيل زراعية. crops. يعني ايه رايس؟ يعني رز. يعني ايه ويت؟ ويت. قمح. ويت. يعني ايه olives؟ olives. زيتون. برافو. يعني ايه cotton؟ القطن. القطن. يعني ايه dates؟ dates. لا olives يعني زيتون. يعني ايه dates؟ ديتس. بلح. بلح ديتس. بلح ديتس. يعني ايه فيجز؟ تين. التين. يعني ايه جريبس؟ جريبس عنب. العنب. تعالوا بقى نقرا القطعه ونشوف بيقول لنا ذا نايل دلتا از ان اريا ان ايجيبت. نايل دلتا. دلتا النيل ده اريا يعني منطقه. اريا يعني ايه؟ منطقه في مصر. with lots of farm land. منطقه في مصر مليئه بالاراضي الزراعيه. A delta is a place where the river enters the sea. الدلتا ده مكان حيث النهر بيدخل البحر.
This makes the land good for farming. وده بيخلي نهر النيل، نهر النيل لما يعدي يعني منه بيخلي ان المنطقة دي كويسة قوي للزراعة، او الارض دي كويسة وصالحة جدا للزراعة. Farmers الفلاحون grow rice, cotton and wheat. بيزرعوا رز وكوتون وقمح. يبقى يزرع يعني ايه؟ Farm. Grow. الفلاحين اسمهم farmers. ويزرع grow. يزرع grow. طيب تعالوا نشوف ايه موضوع الصحراء ده. The desert is hot and empty. يعني الصحراء حار وفارغة فاضية. There are sand dunes. يوجد قزبان رملية. There are some animals. في حيوانات. But not a lot of plants. ولكن مفيش نباتات كتير زي الجمال كده. An oasis. الواحة is a place in a desert. واحة مكان في الصحراء. Where there is water. ولكن حيث يوجد في الصحراء دي الماء. There are also trees. وكمان الواحة دي فيها ايه؟ Trees, أشجار. And plants, ونباتات. People can use the water to grow dates and olives. الناس بيستخدموا المية اللي في الواحة دي عشان يزرعوا dates, بلح, وolives, وزيتون, وفيجز, وتيم, and grapes, وعنب. They can keep farm animals too. وكمان بيقدروا يربوا الحيوانات بتاعة المزرعة معاهم في الواحة دي. طيب تعالوا بقى نشوف ايه موضوع شبه جزيرة سيناء. The Sinai Peninsula is an area. شبه جزيرة سيناء دي منطقة of land من الأرض with water around most of it. ولكن حواليها مية كتير. It has the Mediterranean Sea in the north. في الشمال البحر المتوسط. And the Red Sea in the south. والبحر الأحمر في الجنوب. The Sinai Mountain Range. السلسلة الجبلية اللي في سيناء is very famous. مشهورة جدا. There are mountains in the desert. ويوجد جبال في الصحراء أيضا. People visit the Red Sea Mountains. ناس بتزور الجبال بتاعت البحر الأحمر دي to walk and learn about Bedouin culture. عشان يمشوا على الجبال دي ويتعلموا عن ثقافة البدو. الناس اللي بيعيشوا في شبه جزيرة سيناء دول اسمهم البدو. The mountains are beautiful. الجبال دي بتكون جميلة. And the rocks look red. والصخور اللي فيها بتبقى حمرة. تعالوا نشوف. هي كده خلقت ربنا. تعالوا نشوف the high dam. السد العالي is very big. كبير قوي. It's about 48 years old. بقاله 48 سنة يا محمد. من زمان قوي. لحد دلوقتي؟ Yes, people build it to control the Nile River. الناس بنته زمان عشان تتحكم في المية بتاعت النيل. زمان كان بيجي فيضانات والمية بتبقى كتير قوي. عملنا السد العالي او القدماء عملوا السد العالي. ما انا هقولك بقى السد العالي ده بيشيل مية كتير وبيتخزن جواه المية دي. They also use it to make electricity. وكمان السد العالي ده بيستخدموه عشان بيستخدموا المية اللي جواه ده عشان يعملوا كهربا. Electricity. It's very important. مهم جدا. عشان كده بيستخدموه للكهربا. بيخزنوا المية دي وبيولدوا الكهرباء. بكده احنا خلصنا lesson 4 and 5 في unit 7. لو وصلتوا لحد النقطة دي في الفيديو فانا بحبكم قوي. ما تنسوش تعملوا لنا لايك لو استفدتوا حتى لو شوية صغننة قد كده. وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكمان جروب التليجرام اسفل الفيديو ببعت لكم عليه الحاجات اللي اتشرحت والكلمات او الحاجات الواجب على طول على جروب التليجرام بمجرد ما الفيديو ينزل على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.